منطقة الناظور واحد القرية بغاو يبنيو جامع وما عندهمش يعني الناس ما في حالهمش، لجؤوا لواحد السيد من الأغنياء وهو كان من الناس ديال الدار البيضاء ولكن هو الأصل ديالو من الريف، فقال لهم شوفوا أفضل منطقة عندكم، أي أرض عندكم هنا في واحد المنطقة تكون مزيانة استراتيجية جاية على الطريق وكل شيء، فشوفوا لي شكون مولاها أنا نشري لكم المسجد وأنا نبنيه. وبالفعل بقوا يبحثوا حتى لقوا واحد الارض اللي هي كبيره ومزيانه ديال من ديال واحد المعلم، وذاك المعلم كان كبير في السن وكاري، وديك الارض ورثها من باه وهو الوحيد اللي كان عند الوالد ديالو، ولكن مسكين ما عندوش باش يبنيها، بقى ديك الارض هكذاك وساكن كاري ويتمنى عاد يجمع شي فليسات يبني ديك الدار ديالو. فمشى عنده هذا سيد فرح هذا المعلم، يعني الثمن ديال الارض جوج المرات وعطاو له، ففرح انه يشري واحد البلاد واحد الدويره. جاوا عطاو له الشكل الاول فيه نصف المبلغ والنصف الثاني من يجيو يسنيو العقود. وبالفعل النهار اللي جاوا يسنيو العقود احنا دخلنا حاضرين ومجموعه الاخوان اللي هما باش يكون وقف، ملي سمع السيد يقول لي هذا السيد اللي هو لاباس عليه، قال لك ما عمر احتقرت نفسي في حياتي قد ما احتقرت نفسي حدا هذا السيد، هذا ما في حالوش وما عنده فين يسكن ويعطي الارض لله عز وجل، وحنا نعطينا له الثمن ديالها جوج المرات انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فجاء هذا الاخر قال لك عينا، قلنا له واخا غير نتعاونوا معك والو، انا الارض في سبيل الله والله ما ندي منكم حتى دور. جاء هذا السيد واسم دار هذا اللي لاباس عليه ونعرفه مزيان يعني هذا، استشر معنا احنا كنا مجموعه الاخوه سبعه، قال لك هذا السيد درك ما في حالوش وعطى هذه الارض لله، قال لك انا من عندي غادي نعطي نهدي له واحد الدار. وبالفعل شرى واحد الدار فيها ثلاثه ديال الطبقات، الريتشوسي والبرومي والدوزيام والتروازيام، لان قال لك انا في الحقيقه هو يعني يقول لي من بعد انا بغيت نخفف قال لك على نفسي، قال لك حسيت براسي مدلول ان عندي الاموال وعندي كل شيء، وهذا السيد اللي ما في حالو شوف واش يدير في الدين، وانا يلي عندي لاباس عليا يعني ما قدرتش ندير هذا العمل اللي يديره. فقال لك باش نحس براسي انني شويه راني يعني باطنيا يتحسن الموقف ديالي، قال لك شرى له ديك العماره، والله اقسم لكم بالله. ومشينا عند هذا السيد هذا وكتبها له في الغياب ديالو عند النوتر وكل شيء باش غير يسنيه، باش يجي يسنيه هو باش يديه. اقسم بالله انه رفض ان ياخذها. قال والله لا استبدل بشيء اعطيته لله بشيء غير بشي حاجه اخرى، واقسم الا ياخذها. وذاك السيد عاش مريض، والله لهذا الانسان اللي لاباس عليه عاش مريض، قال لك بنيت ذاك الجامع بناه وهو مريض، يعني في الباطن ديالو قال لك ذاك السيد مرضني في الحياه ديالي، لان ما عمر شفت شي واحد من هذا النوع. وبقى تابعه سبحان الله هذا الانسان المعلم، نهار تبنى الجامع وتفضى وسبحان الله كانوا داروا له واحد التكريم، وشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد البناء بسنه غادي يموت. مات هذاك المعلم، ومسكين ذاك اللي لاباس عليه اللي بنى المسجد وكل شيء، ومع ذلك والله لا هدى ديك الدار لوليدات ديالو. قال لك ما نقدرش، قال لك باش نرتاح باطنيا خصني هذا السيد نقدم له شي عمل. فين نلقاو حنا هاد الناس بحال هكا اليوم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ هاد الناس في